لم تكتمل ملامح الفاجعة بعد، ولا تزال الأرض تخرج أثقالها كل يوم في درنة. بعد أسبوع من وقوع الكارثة، 11,000 ويزيد قضوا وفق بيانات الأمم المتحدة، بينما لا يزال أكثر من 10,000 آخرين في عداد المفقودين. بين هذه الأنقاض وخلف هذه الأسوار المتداعية، يبحث المسعفون عن نبض حياة لناجين محتملين. لا إله إلا الله. تتضاءل آمالهم أكثر أمام هذا الخراب الكبير، وما خفي في البحر أكثر. أرحمونا يا هو، سدنا مجينا. نحو 40,000 من سكان شمال شرق ليبيا نزحوا من هول ما رأوا، ما استدعى إعلان حالة طوارئ في المناطق المتضررة لمدة عام كامل. نحن أعلننا حالة طوارئ لمدة سنة أقل شيء مبدئيا في المناطق هذه، سنة، لأن في بعض الدول بعد 9 أشهر حدث عندهم أوبئة وتفشي للأمراض. تبدو الكارثة أكثر من الإمكانات المادية والبشرية المحلية. يطلب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا الاستعانة بالقدرات والخبرات الدولية لاحتواء الأخطار الصحية والبيئية، متهما أطرافا لم يسمها بفرض عراقيل على جهود الإنقاذ والتسيير مخلفات النكبة. الأمر الآخر اللي نحتاج له هو بشكل واضح وصريح هي مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها. فمحاولة استغلال أي انقسام مؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفعاليتها. قد لا يعبأ المنكوبون اليوم بما ألفوه من انقسامات الساسة، هم مشغولون أكثر بإكرام موتاهم وتأمين مياه صحية لهم، وسط مخاوف من مرحلة أخرى من تداعيات الكارثة.